سلاك تلم وجبر مان سلاك تلم باس ومرت عنه ذيك الخلعة يسوى اللي ذاك من الناس عند الفقيعة والمنفقعة شني مارتهم وانت ماس وانت ماس زين حتى شني مارتهم وانت ماس وانت ماس الناس شكلنا بنت ماس شني مارتهم وانت ماس وشني مارتهم قالوا ها هو العمادي كان سعى وجبر مان سلاك تلم باس مرت عنه ذيك الخلعة ويسوى اللي ذاك من الناس عند الفقيعة والمنفقعة شني مارتهم وانت ماس قالوا الفقيعة خطته مور وما عرف التاشبط تظهر وسات وصير تشبط تنقال هذه ذاك العصب تنقال العصب التحتانيين قالوا متشبط ولمها العصب الفوقانيين قالوا ملمها سنحت الفوقانيين الثنتين قالوا ملمها والعصب التحتانيين قالوا متشبط الفقيعة قالوا خبطته مور ما عرف التاشبط تظهر سنحت هي ظهرت في التاشبط والمنفقعة خبطت الكور مارتها في المهرة رداس مسكحت مسكحت الكور هذا هو التمازج زين حتى المنفقعة قالوا وسولوا عن مارت الفقيعة المنفقعة شنو مارت وانت ماس الفقيعة قالوا ذكي انا في التاسب المنفقعة خبطت الكور مارتها في المهرة رداس وصل انت ماس تدخل الكر في التغزانة تفاسي بصير انا قبال ما طلعنا في التصان مسكات غير الناس قالت عنه هو الدار فاصل في التصان والساس الساس انت ماس واس وزن سكيب هذا يقطع لك الاصبع يا اخي مسكات مسكات الله لسك انت ماس تقول بكر في التصان غير الناس قالت عنه هو الدار فاصل بالتزانة والساس خارج من اللي ساس مكه غير من تماس بالساس معناها على انها تدنيت تفسيرها قاع ودخول قبال في كونها من ثقافة هذا البلد اللي ما ينصاب عنها واللي كان متأثر بها كانت الناس كانوا بسامة فيها قاع او طلع المزاقلين هم ما في محد يجيب كانت موثقة من خلال أدب موريتان واحد من ساحلها حق بعض واحد من شرقها حق بعض معناه من قاصيها إلى دانيها متوافقين على حق بعض طيب سكحت لنسمع ونستمع إلى شعر من أشوار لك حاجة أشوار التماس التماس هذا ماني خبير أحد الله الله هنا من ذمة ماني خبيرة وقاعدة بين سابقنا سمعوا شور من تراث الموسيقى الموريتانية عندنا صواني ذي نفوت يطيب وينسمع ويتلى الغنى يبدأ بمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الله الأحب مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام سابق الأشوار وميت لما اللي توفى موسى الهول ينختم بمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لقد بهر الأنوار نور شعاعي وقام بأمر الله بهر الأنوار نور شعاعي وقام بأمر الله جهد اطلاعي ولا خير في المسير إلا ببابي هي عند يا بابي سعادتنا مشروطة باتباعه وأن يثبت البنيان بنيان البنيان البنيان إلا على الأس حي وأن يثبت البنيان 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 إلا على الأس الله 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 الله
يا نبي الله يا رسول الله صلى الله على ذلك ذلك أي الوجه من النبي العجب صلى الله ثبت الله عليه وسلم. هذا هو حالة البيوت الزينة. والله يحفظك. يقول لهم بالحسانية البيوت. هكذا قال لهم زين. هذا هو ابنه وهيب اللي هو أسلوبه. نال لا وإنا إلى راجعون. نال لا وإنا إلى راجعون. وزين زين أي مدحة مدحة تامة. الله وعلى أسلوبها الرصين الأول الزمني الحقيقي تبدأ كحلة تنسحب يا الله. اللي تقولي أستاذ ليلى. اللي قال الأستاذنا وموسيقارنا ملهمنا بهديانا من جيل شكل بابا والحنبارة بالنسبة لهم مصدر إلهام وأيقونة مكنت جيلنا من أنه يدارك بركب الجيل الزمني بهدي جيل في عصر السرعة وجيل في عصر التكنو وعصر الروك وعصر لامبادا وعصر فونانا وعصر سوبرانو وسوبر سوبرانو وعصر موسيقى الجاز وموسيقى الروحية الأخرى اللي كانت تتلاقف وتصارع هذه المراكز الثقافية اليوم ذاك الزمن في نواكشوط من أجل السيطرة على وجدان الشباب وتميال الشارع بجهة معينة وبالتالي بابا والحنبارة كان ذيك المرحلة وسطاط بين ذوك المراحل الثنتين الزمنية جيلنا احنا ما هي مطموعة فيه فيه اللي جيل تتلقف ذيك المرحلة وقلت هم اللي يك البعيدة ما كانت مطموعة فيه فيه اللي صنت الشيء ذا نبحث وبالتالي كانت فهم لابد من نوقف على مفترق طرق ذاك مفترق الطرق هو اللي مشابينا بين الأصالة والمعاصرة بشبينات زين حتى ما هي المعاصرة الطافقة بترنا من جذورنا ولا هي الزمنية مالي اللي متينا اللي تمززنا احنا كشباب كلها لابس جين رامبو ولابس تركي يقولوا له جولف ذاك الزمن ورابط سانشل معناها عرفوا انا بانانا ذاك الزمن هي علاقته معناها انه لابد له مرحلة معينة داركوا ما تبتروا من الجذر وداركوا مالي اللي موحولي نعود امتداد وبالتالي الجيل اللي استفاد من ذيك المرحلة هو اللي ضارك عنده الشعلة هو اللي ضارك رافد الرسالة وهو اللي ضارك مذقل عليه بذاك الحمل الثقيل لأنه ينشر ثقافتنا فريق العولمة زين وعالم ما هو يلا يعود ما يلا يعود أزرق يلا يعود عالم حالك ما هو العالم الأزرق ما هو الأزرق بعد بالحسانية يرجع يعود عالم حالك حتى ومحبوك حتى ومظروف حتى بالنسبة للي قال أستاذ بابا لا كيف نجمع هاي الموسيقى خلقت عند منين بدأ المجتمع يشكل على الطريقة اللي وصلت نظر خلق بين صراع بين ثقافتين ثقافة سلفية مرابطية كانت عماد الحياة عنده ويكسيرها هو نشر الدين الحنيف ومشاو عن الأندلس وزهو الأندلس ياك يجون معناه عنهم سلفية ما هي سلفية إرهابية غير سلفية متشددة موسيقى قاع ما يفيه بهدي حتى عن سبب لا إله إلا الله يقولوا عن هذه الموسيقى عن هما كانوا أول الليل يمشوا العساس لعنه عرق أحد قابلهم إلين يجوا العساس للناس اللي كانت تقبالها وتعدلها حلقة تكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه نمشوا تبدأ أفكار ونين ترى ليه يتقدم دهور شوي يرجعوا لهم هم فاق ويقول لهم احنا لا متحضرين وتوف لعله ينطاح علينا نحمسوا أبطالنا ونحمسوا فرساننا فاق ونشهم إلين ترى تقعس الليل عن ذا وهم عادوا في البياض وفي الكحال يقولوا ما هم اللي حب الوطن من الإيمان كنا نقولوا قنانا على ترابنا وبكاءنا على الأطلال وتذكارنا مثلا علياتنا اللي يرفضوا القيم وعلياتنا اللي ناترات عليهم الباسم بدي لغنى كان قال لا العليات اللي متمنعات العليات اللي ما ينشاف والعليات اللي في العصم ما قد تخلع عم شوفهم قير ولا ينشافوا سيف قفال لا في غزازين عكاكير في الدهر كسيهم معقودات على أنا ما ينشافوا وبيهم اللي ذاك واللي وساهم وغنى عليهم به اللي شيء مجبور ما ولي وغنى عليه ما أنت مغزل عليه بالغزل هو مرحلة محاولة الوصول للشيء والمجبور مجبور مثلا ما تشي في السوق معرم معناها أنه كاسد ما هو التجارة الرابحة اللي أنت اللي تقدم الصازوان عليك وبيسوي البتيت يلحق العساس رقدو
عاد وقع عليها كفتهم هم اللي صوانهم حالتهم لا يرجعوا الصهومة وهم يرجعوا لذواتهم وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد لين قبيل بدؤوا بالتوحيد لا يوم اللي ساحوا عليها زوانهم كلهم شي مفهم داخل الموعظة متفقد مولانا ومتفقد ليت الوحدانية يتأمل وجدان وهذا هو اللي حدا بالبعض يقول تي دنيتنا احنا ان السماء تي دنيتنا تدينت زين حتى انها كانت وثنية والله قريب من ذا ولين دخلوا لها يقاونا احنا دخلوا لها ثقافة الإسلام وثقافة رسالة الوحدانية ورسالة التوحيد ورسالة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الفقه به اللي هو حتى الفقه فيها هما خالدين أشوارهم اللي هما اللي كانوا لازمته عربية قالوا نحية لا كامل لا إما يقري النحو وإما يقري الصرف وإما يحث على مكارم الأخلاق وإما يفقد بوجدان يحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجازاة المحسن الإحسان ومعاقبة المسيء على إساءته أسوى راجل وأسوى امرأة حتى الغزل نفسه كان رسالة للقيم ورسالة للتمنع ورسالة للمحافظة ورسالة للعفة يتكلم عن العفة اللي ما هو لا يتحرق به لا تحرق به الجلة النار لا توكل به الناس العرض حتى الله عنه ماشي بين ذاك وذاك وبالتالي هي بالفعل كما قال لك باب الأستاذ الموسيقار باب اللي قال لك فيه هو بصورته بيدي هي عند منين تلاو هو كل فعل ثقافي سابق وفعل سياسي الفعل السياسي من ذاك الزمن فاهم عند المجتمع عنصر الوحدة عضوية فيه وكسير حياته هو الدين وبالتالي قال عادته كالشرع ما لم تخالف انتم ذوكوا اعطي دينتكم احنا لهنا خبطوها ولهن بيضنوها لين عدنا احنا نسمعوها معاكم الزين اللي نهولكم احنا لهنا حضروا معاكم في الهو وانتم الاخرين ذا الدين اللي عندكم وذا الفقه اللي عندكم سمعوه نحن عيشوه نحن معاكم واللي نعودوا نعرفوا كلها قبام الاخر ثقافة شو احنا باتنا الاولي ما قطعت عنصرية عنصرية دعاوها لا واحدين يزايدوا بيها ويعيشوا عليها ما قطعت خارقة شو هي الدرع عظم ذو الناس الاولى ما كانت عد منهم ما هو الكوار احنا لبسناها كاملين احنا ذاك لابسين لباس الكوار به بين اللي احنا وهما كالشيء الواحد وهي ثقافتنا لوحدتنا هاي تدني تدنيتهم احنا كان عندنا القفطان سدوا بالنجرت وقال قفاوه لسويديا ويل الشعراء رام فنواشيد والعين الصفرة مصاب اللي يريد عقلية برا يعودوا في التيد والله في الحفرة والله فنواشيد والعين الصفرة فم تمن ميد فاطفال البشرة لابس الفراريد دايرتي خضراء والقفطان جديد والبلقة صفرة هذا هو الزي القديم اللي ما هو الزي الزي صليت وحدت فيه الموريتان كاملة هو الزي ذا والزي اللي سمعت والذوق الانطباعي الموسيقي هو هاي الآلة هي آلة الوحدة الوطنية اللي توحدنا عليها كاملين بلي فيها ديننا وفيها عرقنا احنا كاملين وفيها إذنيتنا احنا كاملين وفيها ذوقنا وبالتالي نحن وحدنا كل شيء حتى القوت وتاي وتيدني والصدى عايشين بالبنود يلا لي مزين والطلع لكم يلا لي مزين انا لي قال لك هذا التعبير قال لكم هو حقيقه وحدين يقول لك بدات في القرن العاشر وحدين يقول لك في القرن كذا احنا اللي يعنينا منها قبال 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 عن هذه ما نخلصونها به اللي هي اللي وحدتنا زين حتى حفظتنا تراثنا وحفظتنا قيمنا وهي بطاقه دخول القلوب وبطاقه دخول مجلس العلماء كان اكبر اماره في ذاك الزمن موجوده اللي دخلت الموسيقى وحدتها لين عاد يسمعوها البيضان ويسمعوها الكوى اماره ولاد المبارك هي اول اماره تسمعها الامارات الثانيه اما اماره دوعيش دخلتهم عند منين خلقت المصاهره بين محمد بخونه ولاد مبارك عن طريق بناته الثنتين عيشه والعاليه عيشه والعاليه بنات محمد بخونه وهم اللي مصاهرة مع أولاد مبارك دخلت ثقافة الموسيقى شور تقاند وشور الرقيبة وشور العصابة بهم اللي قبلوا ذيك الثقافة اللي ذاك بتها ولذا هذه الأشوار الزمنية الأولى اللي خبطت في تقاند هي كانت أشوار موجودة قائمة بياتها إما انخبطت العلماء من علماء الكوار وإما خوتنا رفارق وإما انخبطت العلماء من علماء أولاد مبارك وعاد الواحد من الفنانين اللي لن يلحق فيها رقاش بل هم هم ذوك من العظمة ومن الإجلال ومن التقدير ومن الكبر ومن المعنى ومن الأخلاق يشوهد لهم واحد من ذوك الأشوار الله لي مزين الله لي يشوهد لهم واحد من ذوك الأشوار معناه أنهم لحقوا فيه الهيه من الكبر وليه من التعداد وهم هذو اللي كانوا يميزوا بين المجتمع في زمنهم ما تخلق السرقة ولا تخلق التروسيس ولا تخلق الغدمرة ولا تخلق الخداع ولا يخلق الحيف والصداق ما يجي ماهو في النهار
الصداقه قد قيد التشهار لما سي يجي في الليل لا يتواسى فيه العار العار خلي قبيلي مزيان زي الله اللي مزيان حتى هم المدارس حتى المجتمع حتى المجتمع قيد ادبيا قيد صح بيليها والعوايد اللي نعطاو كاملين هاي في دنيا هي اللي محدده هي المحدده الجمل اللي نعطى في كل مناسبة وهي المحدة القبو اللي ينقبض على كل رجال وهي المحدة الشيخ منه اللي لا يشيع هيبة من شيخه شيخته هاي تدني هاي تدني شكرك ما نحصوه بالحسانية اللي كان يقول لك وعدنا نقوله بالصريانية زين حتى هيبة جيكو كنا كنه هيبة جيكو كنا بانا لك باخ مباخيك قرمواني شكرك ما نحصوه بالحسانية غير نقولوه بالصريانية هي اللي كانت تتأمر وهي اللي كانت الشيعة جماعة ولاد مبارك بالتقدير انها هي تدني في بطاقة الدخول ولا قرب ما هو فنان ما هو بجيب قبل ياك يجبر من حظوة عند جماعة ولاد مبارك وعدوا له همه قبل حولي خيل يجي وبعض يديني تيجي وجاهم راهم كلهم قاعد على قرمز من الذهب جماعة ولاد مبارك يدين جاهم قالوا لي انا 11 قالوا لا قالوا حد منهم يقرا عنده حولي فلان راكب على حولي فلان وهيك تدني تفيدو عادي بديت في جماعة جاهم قالهم قوات لحد الفصة ولا ضمارها في حاصلته وكريمها ما يقول سلاح بجدار وكتب وخلي القاف هو التالي وفق طلع كاملة لين عاد كلهم شاكلوهم لين عاد تالي قالوا ها عينو عليك قال لهم يا اهل الزناقة غمرتكم باللي معمر حلتكم هو المسيد الله هو باللي جماعتهم في المسيد هو جماعتهم في المسيد هو جواقوا لي كيف انهم خاضوا قال لهم يا اهل الزناقة غمرتكم باللي معمر حلتكم ما قصت رزمتكم ما صاب عنكم شيعتها لقط هزمتكم ما زوز لكم هزمتها الجود ابنها قبيل فاتت مولاها طرق السماع يتولاها ولقط بيدو فلتها مسقيت الشكر ملاها ومسقيت العيب فلتها كرم فعلها مو رسخو لي لا فاتو لا فسخو يقوم للشكر بوسخو الأشعار قلل قيمتها قطلق مادن فسخ مرعصمتها الشر كامل ما حقرو لقط حصران وحصرو من الشيخ على اللي عصرو لك هاي صاب شياختها لقط ولاد مشكرو ما راح لا وتصرطتها قالوا له ولا قرب ذا قلت زين يا قاري فصل تعينك على من يعلم قوات لحد الفصة ولو ذمارها في حصرته وكريمه ما يقول السيد حمد دار وكلته الله يمزين الله يمزين هذا الناس ما هم معقولين بهم الإبداع وهذا هو عنصر الوحدة الوطنية اللي وساها هي عنصر ورمز هي جامعة الوحدة الوطنية جامعة المجتمع يسمعها كامل وتنهوله كامل وتقبض عليه كامل تسيطر عليه كامل وينستر بها كامل ولا يخلق له الشير ما هي اللي بركار البت حتى عندها كانت تترافق من المهدي للاحد شو اللي يخلق الشيل وبرك البت عليه نيت راح حد راه يعود موثوق قال له بتوت عليه وتريد فقره شو عود كيف انظاره الفقره شو عليه نيت راه هم صيد السماع مع ابني عمه ونوراءه مثل الشيط عليهم بشيء هي اللي لا يتحدد ذاك كانوا خلق والله ما خلق نيت راه مولي لا حش من الله رقاج مودي قيس مولانا هي اللي لا يترضي حتى كان الرأي اللي اللي مشوف انه هو اللي يخدم مصلحة المجتمع ويعود ما يقد ينقال احتراما لعيات عود مبادئ السلطان وعيات عود ما مجرى احد يقولوا على الشيء يقد يقولوا لا يجيوا على شرط عود رافت دنيتو يعني يجي رافت دنيتو وينقريها يقول ذاك اللي يبغى يقول والله لي مزيان ذا الديوان والله لي مزيان ذا الديوان زين حتى زين حتى هذا الشق بما يعني يعكس قيمة ورسالة تدنيت البناءة طبعا النبيلة في المجتمع الموريتاني الوساط الموريتاني هذا يحيلني إلى استدراك في إطار تأصيل الموسيقى الموريتانية لكي لا يعني نحن في صدري هذا على أساس أن هذه الآلات الموسيقية الموريتانية الأصيلة والعريقة والتي لعبت هذا الدور الكبير الذي تجلى فيما جئتم عليه هي أصلت
لجهة أن نشترك مع ذات القالب الفني وذات القيم الاجتماعية وما شابه، من باب أن نضع الأمور في حسابها، لنا أن نتكلم عن طبيعة هذه العلاقة الجذرية المتأصلة طبعا والتاريخية، وأنتم جئتم على هذا الذكر من باب تقديمنا لهذه المعطيات الثقافية الموريتانية بالجانب الطربي الموسيقي الأصيل. لن نتكلم مع المتلقي مثلا العربي لنقدم له ثقافتنا أو نوع من الإيحاء عن هذه الثقافة الأساس اعتمارها في موطننا هنا موريتانيا، وأنها هي انحدرت من هنا وبلغت ما بلغت من هنا، ولكن لكي نشركه معنا في طبيعة تصوري عنها أو طبيعة الانجذاب إليها تلقيها، أود منكم تعقيبا على هذا الجانب، وأود من الفنان العظيم أيضا أن يعزف لنا صور يمكنه أن يكون فيه نوع من الـ نحيوته نحية يمكنه أن نشترك فيها مع المتلقي حسن وتكلم عن علاقة المتلقي العربي وتكلم عن طبيعة يعني تأتي الموسيقى الموسيقانية من الأندلس، نحن يعني حضارة الأندلس هنالك شور يقارب هذا أو يعكس هذا كذا. ما أسلفناه هو أن هذه الآلة الموسيقية الموريتانية المعروفة بآلة التيدينيت هي في الأصل آلة إفريقية، تم تعريبها تعريب محتواها وتعريب شكلها بالوتر الخماسي حتى صارت آلة موسيقية خماسية تحمل طابع الأسى والحزن، تحمل في طيابتها وجدان أمة أمرا بمعروف ونهيا عن منكر واستدراكا لكل فضيلة شخص الإنسان الموريتاني على تجليات مختلفة وتكريما وتمجيدا لأبطال المجتمع الأسطوريين الخالدين، خلدتهم بالملاحم الخالدة التي كانت تنشد على أنغام وإيقاع ورنات هذه الآلة الموسيقية الخماسية، لأن النبرة الأندلسية والتأثير الأندلسي على المجتمع الموريتاني كرافد من روافد الهوية الوطنية الموريتانية، أسست له التيدينيت بإضافة الفنان الموريتاني الوتر الخامس كي يميزها عن التيدينيت الإفريقية. جميل. ولكن لا يمكننا أن نستدرك أن التيدينيت الموريتانية كانت بالأصل عربية، كانت تتمثل العود الطرب موريتانيا، ولكنها امتزجت بالقوميات الأخرى وبالتالي أصبحت هذا ما بلغنا عنه. ذاك هو اللي نختاره أنا عدل عليه شرح شوي. التيدينيت آلة التيدينيت آلة إفريقية وليست عود واحد من التيدينيت واحد يا غير إفريقية. يلا حد يفهم عن إفريقيا أنها فيها العرب لا تفهموا فهم التيدينيت شكل العرب أنها مفهوم عنها شريحة معينة يعني ما جئت عليه. أنا قرأته في إطار كتاب ألفه أحد الأجانب السياح الموريتاني في استكشاف الثقافة الموريتاني، فقال ادعى أن أحد المدارس أو رجل فنان كبير يعتبر مدرسة موريتانية موثوق بها قال أن التيدينيت أتت من الحضارة الأندلسية، فهي تفرع عن العود العربي، ولكنها عندما صدرت إلى هذه البلاد وجدت أمامها القوميات الأخرى مع صدور طبعا القبائل العربية إلى هنا ما هي غريبة فامتزجت حضاريا امتزجت مع شوفي هو ما هي غريبة عن هاي العادة اللي شيء من الأندلس ما هي غريبة اللي موريتاني من أغلى اللي عندها كامل شيء من الأندلس قاع وفتوحات مصدر فخر واعتزاز المرابطون جاوا اخر سقوط كامل واستغناوا عن هذا وتعفوا عن نعيم الاندلس وجاوا هون اياك يعزوا. لكن هذا 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 هذه اللي قالت تدريت آلة موسيقية، وطبعا هي ان قالها العود قاع يعني بس احنا حالا نستخدم عود موسيقي لكن اعلنوا من تجي للمغرب ما تريها على هذا الشكل، قالت
تراي تدنيت تراي عود تراي عود يا غير تراي تدنيت زين ما عليه الشكل ما عليه الشكل تدنيت قناو المغرب في جنوبه ام في لا 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 المغرب 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 قاع من نفس قناو قناو نفس قناو اسمعتي من تجي المالي تراي تدنيت ولا يبدا الشكل كان زين عندي العود قبيش العود قبيل عارف الحوار يا ودنا اتفقت معايا ما نتكلموا عن توحيد الموسيقى المنتجه انا اتكلم عن لاسوانك اخوتنا اسوانك اللي قطع دلنا عليها تكوين غير العود من نفسه يختلف يختلف في الصنع يختلف الاوتار ويختلف التركيبه زين 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 يا قال عن بعد هو عود كامل والشكل الشكل طيب طيب الشكل عود 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 موسيقي قضية انه جاي من الاندلس العراق وذيك البلاد انا بعد معقولة عندي انه قلت عود جاي اسحاق الاندلس بعد ما زرياب جاي لها الاندلس طار عن زرياب تلميذ اسحاق الاندلس اسحاق الموصلي وزرياب لا لقب زرياب صفة بيلي زرياب بالعربية طائر أسود غريض هو زرياب كان لونه أسمر وبالتالي لقبوه العراقيين زرياب لأنه يشبه الطائر الأسود الغريض لين جاءوا للأندلس أضاف الوتر الخامس للعود احتكاك المرابطون بالأندلس واحتكاك جنودهم بهم جاءوا له جابوا معهم العود لين جابوا معهم العود الأندلسي راو قدامهم تيدينيت قالوا احنا التراب ما نختاروه لها اخرج مزيج شكونا جايين من لا هنا قلعوا منهم ثقافته غير ما تبصفتوا فهم خلاو العود كيف عودهم هما غير ما تلا كيف ما تلا كيف زين زين ما تلا كيف وبيه اللي شوف الرن اللي ما فقتنا احنا ما هي اللي ما فق الناس في ذاك الزمن المحتوى الديني من تأليه الأبطال عند أخوتنا اللي كانوا سابق لك وثنيين سابق دخولنا تأليه الأبطال احنا ما ما يقع عند حد منهم كامل احنا ما مؤلف نغمة ما عند نغمة اللي عند النغمة الحسانية لا هي عند ذوك ولا هي عند ذوك الاخرين شيء مميز تماما شديد نحن غرب بمناسبة غينا هي الآلة الموسيقية الموريتانية ومناسبة المزيج اللي قلت لك عنه انه خلقي لينا خلقت هي منه تسمعي فيها جميع تشوفي فيها جميع الحضارات تشوف فيها الآزرية ولا تشوف فيها المندنقية وتشوف فيها العربية تشوف فيها العربية هذا طابع الموسيقى بشكل عام سولت لك بين اخبارها الموسيقى العربية الطريقة قلت الشاف فيها هون هي هون قاع ما هي محتاجة لحد شوف احنا كل شيء كامل احنا عندنا شيء قالوا النحاية وعندنا شيء قالوا الأشوار نحية كاملة تبدأ لازمتها عربي لازمتها عربي لازمتها بيت نحية الموريتانية وليراك نيت لحد يقول لك ببسط شيء طيب معنا فاصل بين النحية يعني هنالك تعقبة والدور حن شوي الأستاذة طيب معنا بالمناسبة أنا بعد ذا أبو الحنبارة نختار الصحح له الموريتان ودائما نسعى عنها في حلقاتي اللي نعدل عن فعلا النحية تبدأ ببيت من الشعر قال ما هي بالضرورة ما هي بالضرورة ما هي فرض أنا نحد نحة وتوفى خارج من النحاية تم حد يقول أغلبية النحاية تبدأ ببيات الشعر باللغة العربية يقول ما يقول حد نحية كاملة الموريتانية لا بيدي ويما شو الدورين دورة دي نحية من حياة العزل نحية وعصرة في شحة ودم بيعطيك عمارة نحية سمعتي وباتي إلى الخير نحية معنى نويمة نحية نويمة نحية ودم بيعطيك عمارة نحية ويناها لليلها نحية ويودن نحية شوار العزب ونحية والنحاية ما يفوقع زين معنى هنالك كنا فاصلين في الاسم كنا فاصلين في الاسم عوبي اللي كان بالتعميم كل شيء مثال الاساس عندك التعميم الدرك القالب والله ما هو ما حد يفصل عنه نسبي حق بعض القالب لا للقالب لا بد ان هنالك مدرك مثلا ان هنالك مثال مباشر بعد ان تتكلم عن اي نحية او تتكلم في ماهية موسيقى عن اي تفصيل بشاهدك يعني بمثالك تعكس الصورة أرائي شوف يلا شوف حالك تدني تارك من تماس مثلا عندنا شعر هون في انتماس من شوار الكحل نظرك في جو شوار انتماس الكحل هنالك السؤال بس حتى لا نقوله فقط حتى لا قبل استدراكك هذا الله
مثلا هي معروف ان الموسيقى موسيقى بشكل عام تحمل من كل ثقافة ثمرة او نغمة هي هو الموسيقى لا تحتاج الى ترجمة في اي مكان هي تصل المتلقي ايا كان بطبيعة الوتر وبطبيعة وجدانيتها حتى من خلال الاوتار دون ان تسمع الكلمات يعني ماذا حملت التدينيت الموريتانية الى العالم أنا أعرف أن السؤال ربما يعني ماذا حملت كيف بس كلمت عن نفسها كيف كان بوحها للآخر هذا من خلال رؤيتي بابا وما يراه بابا للآخر هون محليا والله في العالم لا للآخر صفة عامة يعني ماذا حملت معها تدينية الموريتانية ماذا حملت عن أصولها وجذورها للآخر احنا تدنيتنا احنا موسيقتنا ما خرجت من طر وطني من حدودنا ما فتعت ما لحقت العالم شوفي خارجه مصر وهي بامكانها ان تنافس وتفاوق الامم نعرف يا ما تحمله هذا ما تحدث لك عن موضوع جدا استاذ وامين الاستاذ بالامان الاستاذ حن شوي انا اختار نقول لك مثل خلينا نقول لك عن الموسيقى في حد ذاتها ايا كانت معي لا الموسيقى الموريتانية خلينا نقول لك عنها لغة عربية لغة فرنسية لغة إنجليزية لغة موسيقية الموسيقى لغة مقرية ومقرية لغة لكنها جامعة حنيني علاش علاش أنا نقول لك عنها لغة جيبي حد يتكلم البرتغالية والله يتكلم أي لغة أنت ما تعرفي احنا هون داخلين في هذا الصالون عندهم فينا واحد انجليزي واحد عربي واحد افريقي واحد متعددين اللغات وكلنا يعرف لا لغه واحده خلينا نعود كلنا يعرف لا لغه واحده ما في حد منا متاحين له لغتين نعود يعرف زين زين وفي صالون يتألمنا 10 اشخاص والله 11 شخص لمن رد من الدول الاخرى لكن رد الحياه هو فاهم الوقت اللي قعدت دخلت لنا شخص اخر عنده تدينيت والله عنده جيتار والله عنده بيانو والله عنده رواية سويسني وقعد هيك عنه زاد هو عنده لغته وخبط دوارك احنا نتحركوا كاملين كيل فاهمين والله كيل سامعين دول كنت نقول لك وصلنا دول كنت نقول لك ان الموسيقى هي لغة لا تحتاج الى ترجمة هي لغة نعم هي لغة يتحدثها الجميع يستمعوا اليه الجميع يستمعوا يتحدث بحركاته يعتبر انه تحدث قاعد تأثر عليه الموسيقى الصاد موريتانية ما هي الا ما هي الا بتدنيتها وحدها وباغانيها ولكن فيها من الطرب ولكن فيها من الشعر العربي المضامين كامل والحساني ما خرجت على كاتر كوتي الحدود نحن الاربعه ما خاطر بهاش بما مكتوب لغه لغه حدود عالميه لا بد ان تتحدث لا بد ان توصل هذا عنا لكثير من الفنانين الموريتانيين يتكلم عنه لان بما ان تولد واحده جايه تشارك بمسابقه دوليه مثلا ايه هو يقولوا لها اغنيه ما مكتوبه على الموقع العالمي بالتالي ما ايوه شوف احنا كنا تعود مكتوبه شوف احنا كنت لغتنا موسيقتنا مكتوبه انا بعد الامانه يعني كونت عليها 20 شخص 2018 20 من الشباب كونتم على كتابة الموسيقى يا غير هي الموسيقى هي تعود مكتوبة نقدو احنا راك نخبطوا الشعر على تدريت نقنو البريزي نقدو نقنو ونقدو نخبطوا تنبرمة زينة ونقنوها زين حتى ونديروها على فلاش والله قاع ما فلاش فلاش معناتها مكتوب نكتبوها كتابة الموسيقى ونمشوها شهر فرنسا والله شهر لندن لا لو تصف الواحد في هو اسمه مشوا له تنبرزين مكتوبه ما هي بالنص الصوت مكتوبه الردات مكتوبه الردات مكتوبه والايقاع مكتوب والعزف مكتوب تجي هو وحنا عندنا مهرجان اود في مزات 20 يوم تفوت عندهم 20 يوم يركب المغني من هون واحد وقد ما يمشي الفريق ياخذوها ويطلع على المنصه مباشره وتلاقيني تنبرزين هم ما ياخذوها زين حتى زين الفريق تشكن وكابر معاه هو لا تنسينا في الشور هو الصر يعطيكم الله يعطيكم نعطوا مثال الله زين احنا عندنا هو الشور في التماس وهي مولي معلومة نعطيها للناس كامل غزيت شي من الناس يقول لك التماس شوارو عن فيهم يحسب لك يقول لك الشور الفلاني والشور الفلاني والشور الفلاني وقيرات وكتفه كتفوا يا المستمعين أرى هو لعلمكم الخاص واحد من قيرات واحد من قيرات
خارقه قير يعني قال قير تتمالى. وانخبطت ما هي قاع الحد. لا لا ما هي مشوهده قاع. ما هي مشوهده. بكمل. شاهدها الاول بيت من الشعر. وكل عداوة ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. هذا هو شاهد قير تتمالى الأول. وكل عداوة ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. عقب ذاك ظهر واحد من السلاطين ولاد مبارك قال له داعى. قال له داعى 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 سلطان داعى 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 سلطان داعى 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 سلطان تشوهد بيه. زين حط قال له قرت ماله وينقال له كتفه ونخلق شاهد داعى عاد قال له مولي قير الداعى والماصة. وعاقب ذاك وشهدت للرسول والعلم بقى في ذو عيش يا مولانا عن الرسول يا مولانا عن الرسول يا مولانا عن الرسول. هذا كامل هي اللي قالها هي قرت ماله. زين حط زين صرتك هذه اول مره للامانه. اول مره ما يحتاج ينقال بهالشكل اللي كان ينقال يا غير ينقال بشكل ثاني قريب من ينرفز قاع بعض الناس وبعض الناس يعيش. هذا طريقة علمية. وهذا الشور هذا الشور هذا شنو هذا الشور هو الشور. يعني انت عجبني انا انت نخبطوا له وشوفوا له ما عجبني قاع حد قاعد يخبط. ايوه هذا شنو نعرفه احنا منه. هذا شنو نعرفه احنا منه. نعرفه من نستنتجه من مولي ان خالق اللي يشوهد البيت من الشعر لو نحيا صرتك لذك. هاي مولي جبرناها هاي مولي جبرناها الله جبرناها الخالق اللي يشوهد البيت من الشعر وراعيه. وكل عداوة ترجى ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي إلا عداوة من عداك عن حسدي. يقول فيها بين أبات محمد محمود غفر الله لنا وله. كانت خلى المعبود كانت خلى المعبود نتخلى له يا كبدي ولا تم الا مشدود انت ما نف مشدي. لا 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 قال هو ذاك قال الا مرة ها الا شو كانت خلى يا المعبود تخلى له يا كبدي ولا تم الا مشدود انت ما نف مشدي. الله تدوب سبعه مكتوب سبعه بس. ايوه هذا القاف انقال على راوي بيت الشعر الله كله عداوته والله والله زين حتى زين حتى ذم ذم البحر اللي مقول عليه من تشلوي طرح سبعه سبعه 14 بين مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون حق مجد عدا عدا سلطان دا عدا يا سلطان دا عدا عدا سلطان بيطو ما تغير والشاهد تغير وحول نطار داعى زين حد اسود لك واضح 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 هذه بعد درس اليوم في الموسيقى هو 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 كتب زين حتى زين حتى زين حتى زين حتى كتب هو هو قير الداعى قير تتمال قلت له عقب ذاك لا يحول ولا الرسول ولا المبقى قال يا مولانا عين الرسول يا مولانا عين الرسول يا مولانا عين الرسول يا مولانا عين الرسول. ما بين وبين البت شفقه مناع الخيل المنطفقه ها
ما بين وبين البرشفقة مناع الخيل المنطفق. ما بين وبين البرشفقة مناع الخيل المنطفق. الخضرة منها والزرقة وملي المسوم بالطول. الخضرة منها والزرقة وملي المسوم بالطول. هذوك أعطاهم لي وبقى عيني وأخلاق وشور وحول. هذوك أعطاهم لي وبقى عيني وأخلاق شور وحول. شور وحول الله درس. أدرك أن الوقت لابد لنا من حلقة أخرى مع ضيفينا الفنان العظيم بابا والحنبالة جزاك الله خيرا الأديب الكبير دوه البنيوك، على أساس أن نسبر معهم غور هذه الموسيقى الموريتانية العامرة ومكتزنة ذوي الاختلاف والجمال والتنوع في طورها. وقبل ذلك أريد حكاية ما بين الوتر الموسيقي الموريتاني الأصيل ومع الأديب ينتقي لنا طلعة. السابق الأديب يقول طلعة العميد نعطوه المولي إشارة شوي على أن هذه هي معجزة الجانبر كأحلى عن الجوانب الآخرين. الجانبر الأم هي مولي نعات الدنيا هي أمها الموسيقى الموريتانية. حتى الجانبر كحلي هي يوم العز هي الأصل سابق جواب الثنتين الأخرى. ومعجزتها أنك تقدر تعدلي بها هول يقبل رد سواء عمل وقت انت لا من تماس حتى أنك الكرس قاع اللي يبيض انت ماس نابس تيوقي قاع يفاقه ما هو فيه زين حتى ساعد مواطني مشاهدي الكرام ساعد مشاهدي الكرام بحول الله. وإن شاء الله أن الحلقة التي تلي هذه ستكون مع ضيفينا إن شاء الله. إن شاء الله أصير سربي للمبحث الأول بعد قاع حلقة واحدة ما قلت حلقة واحدة الله هنا أستاذ من الفخر أحباب كانوا باتنا الأولين يتفخروا في مريميدي الله إلا حق أبو عمران سكعت الرسول بحلم بقهوة اللي قالت طلعت ليك ولقط راس الجلجني ما بات صهران مجلج وهو اللي قال فيه الأمير سيد أحمد عيد عيشتي في الساحل بالتيش والتمر والبنور قنيش غار القمح ودهن الريش وأفاق المعزوزية لا صيفنا وكيف العيش كيف كاش وهو اللي قلت أنا فيه تاريخ قومي خلدني بشعار بيهم مجدني بجداد عندي فقدني بمجادهم في الحضارة ظلام كامل عددني مصدوف قلب وبعمارة ونيق في المعدن بدني معروف بيهم النضارة ونيق في المعدن بدني معروف بيهم النضارة وعبدت في منين عبدني ضمير نبتة نوارة وفي المد كفي سيدني في المد وبناني شارة ولقط عنه قعدني في الصيف جذب الشرارة وفي الناس مرفوض غناية وعطاتني فيه إمارة عربانها والزوايا وإشرافها الله الله والله ما دل أحد هذا الفخر بعد شي حقق الله ما قدرت أحمد المقطاع حد عاقب سيد لنا وحسبة أصحابه لا يشقيك لكن من الأعراب والأعجام قالب وتبهرت واسي الله حوت ما دون مرتبتي التنبية ذاك ترجمه ترجم من الشعري. المكارم والله بيليس بقذاك الله يا الله تاريخيا معناها ترجمها ترجم حد عالم سيدنا سابقو معناها ان حوت ما دون مرتبة التنبية ذاك من المكارم والمعالي من الثقلين الطرق في منزلة اليمين الله ظالم الزياد شكرا جزيلا استاذ تو هي الحكة هل اللي اكتشفنا الليلة هي ثورة بيلي وأصلت المنطلقات وطنية ما فيها حساسية من حد. لهذا نطلب من الدولة الموريتانية نحن نطلب من الدولة الموريتانية منبري هذا أن تعنى بالموسيقى الموريتانية وأن تعيد لها ما هو لها من أصول وجذور وفروع أيضا أن هذا فيه إنقاذ لمأذور الموريتاني والتراث الموريتاني لنؤصل هذه الموسيقى ولنكتبها صحيح يلا يكتب يعنى بالموسيقى تنظر احنا اللي بدورنا شاكرين حتى تنافس في شاكرين الاستاذ ليلى البرنامج السفير من سفراء الثقافه الناعمه للقطن الموريتاني في العالم ليلى قاعد تسوي السفاره ليلى بالنسبه لي انا تنقال الثقافه الموريتانيه والله يجازيكم مثلت في المحافل الدوليه على حق دوائر الضوء في الشعراء الله يجازيك يا احسان وكاله انباء الشعر
اللي كان من حسناتها عن تعرف العالم العربي على ياسر المواهب الشعرية الموريتانية، وفي نفس المستوى مالي مذكرين بأن نرحموا على والدها الشحالي رحمة الله يعينها بي كان رمز وكان واجهة وكان أيقونة وكان زملاء حد يعرفوه من مؤسسين ومن مدامك قصر الثقافة الشعرية الموريتانية. حق الله يجازيكم خير إن شاء الله. حق الله يجازيكم خير إن شاء الله. وشكرا. وصلة موسيقية ودعوا بها المشاهد. أنا هنا ختموا بها قيرة الأولى قيرة على باب قيرة صبيين قالنا قيرة صبيين والله يبك ما بعد حتى ديرة الأولى قيرة صبي هاي اللي ناخذهم بها مجزأة تبدأ بالتوصل وتجيل الميرة وتجيل الترك وتجيل الفقيها وتجيل الخلف وتجيل حيزوم وهربان والشيلة ترجع التوصل تكمل قيرة الله اللي معناها إن شاء الله توصلها عدل هاك لك تعلاك الظهر المريرة الله 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 نبلغ هاي التسميات تحس علينا فعلا اذا كي مريرة قال اسكي 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 اكل خلف الله يعني فقيها الله تعطينا للترك الله ترك يعطينا له هربال معنا نظفر هربال حق فم يعطينا اكل حيزوم زين حتى زين جينا الشيلة شو الشيلة فيها الخيل وفيها شد الجلبة عبر عنها نرجع للتوصل واختمنا لكم قيرة والسلام عليكم. بهذا مشاهدي الكرام نختم هذه الحلقة الأولى والتي هي بوابة الموسيقى الموريتانية، تعرض لبوابة الموسيقى الموريتانية وتأصيلها ويعني مستقبلا إن شاء الله تمكيننا من ما فيها من معالم وآثار وجمال وإبداع إلى غير ذلك. نختمها مع الفنان العظيم بابا والحمبارة وأيضا مع الأديب الكبير الدوه والبنيوب. والحلقة المقبلة إن شاء الله ستكون تتمة لهذه الحلقة في طور الموسيقى الموريتانية، وتتواصل السلسلة حتى نكتب فصلا عن الموسيقى الموريتانية ونوثق لها عبر قناة ثقافية الموريتانية إن شاء الله. أهلا بكم وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهي مدخل يا شعب شوقي تهيا وابتغي سببا فهذه الأرض أثت سائر البشر.